قصي، قصي انا قتلته، قصي لقيته بالمطبخ وقتلته. تخيل انا قتله. شو قتلتي؟ لك كيف قتلتي؟ مين قتلتي؟ اتصلتي بالشرطه؟ لك شو الشرطه؟ لك شو ليش؟ مشان يثبتوا انه هو فات لعنا على البيت وانت قتلتيه دفاعا عن النفس. لا قصي، شو هاد اللي بدي قتله دفاعا عن النفس؟ ولا ناوي تلبسني شي قضيه؟ لك انت قلتي لي انه قتلتيه. قصي لك عم بحكي عن الصرصور. تخيل انه كان عم يتمشى قدامي بالمطبخ. يخرب بيته شو مقرف. حالك دير بالك، اغسل حالك منيح يعني، وخذ لي معك شيء منظفه بعد الحمام. يلا روحي جبت لك هذا. ايه اعطيني مبيد الحشرات. بسيل المزارع على عيني النظافه. اقول لسه ما طلعت. لا عروس اصبيعك هيك، عروس اصبيعك. شو عم نطبخ نحن؟ ايوه دير بالك. انك انت ناعم الصحون والمعالق المعقمه. طبعا حبيبي، لكن شو انا شو بضمن لي انه شو ماشي عليهم ولا اذا فيهم جراثيم ولا لا؟ طبعا معقمتهم وكلياتهم غسلتهم. ايه طب روحي اغسليهم شوي بالمي، يعني شو بدي اكل انا؟ ها وانا شو بضمن لي انه المي معقمه واناني مسكره ما عم ضل عندي؟ تذكر جيب لي صندوق بطريقك. لا حول الله ولا قوه الا بالله. طب دبري لنا شو شغله ناكلها، ما بقدر اكل هيك انا. ما عم بسمعك منيح كمان. شو دبرينا شي شغله ناكلها كله معقم. هلا وقتك قصي، اصلا بنلحق نشتغل. قوم حاج اكل.
رولا يا رولا. ايه اللي سألت؟ منيح ما اختنقت ومتت بهي الأوضة من هذا البخاخ البخيتي. مالي بيبي تحمل لك، مو احسن ما تكون نايم وشي صرصور هيك ماشي فوقك ولا شي عرتالي؟ يا لطيف ليك بيبي، خد هدول الكيسين وكبهم بالحاوي. ماشي لحظة مدي ايدك. لا خلص روحي خلص، حاسس حالي حشرة كبيرة. بيبي مالي لك، انا مشانك مشان ما يصير في جراثيم على ايديك. صحي بيبي لا تنسى اللي وصلتك عليهم، الخضرة والفواكه وهدول القصص، بس مو تتنقيهم بيعها مثل ما بدك. يلا حبيبي شيل. لا لحظة هلا اسا معقمته. روحي بتعرفيني يعني انا ما بعرف اشرب فنجان قهوه الا اذا دخنت معه سيجاره. يعني انا ناقصني طلع ريحه البيت دخان. بيبي الله يخليك، من هون ورايح يا بتشرب القهوه هون بلا دخان يا اما بتطلع على البرندا دخن وعمل اللي بدك اياه وبتسكر الباب. طب حرام عليك، قول في عندي مرة عم تشقى وتتعب بالتنظيف والتعقيم. خلص مثل ما بدك، اصلا انا حروح على المكتب دخن هنيك واشرب قهوتي على كيفي. ايه احسن. بدك شيء؟ سلامتك. أبك أنا. وين أخذت الباكيت؟ إف